ده ما اريد اذكر اسمه، اي لان هاي نكته. احد الاساتذه يقول احد العلماء مره قرا فد عباره كاتب بالتعليق، واحد كاتب له بانه ورا ما معلق تعليق طويل: والامر كما ترى. هذا ايش كتب؟ بعد كلمه والامر كما ترى قال: لا ارى شيئا. الامر كما ترى، يقول انا لا ارى شيئا. فاعتبرها نكته. على كل حال، اريد خاتم. هسه اذا جيتني وكان عندي خواتم ما عندي مشكله، انا اعطيك خاتم، شو المشكله؟ الخواتم يعني شنو؟ تلتزم. انا احيانا كنت اطلع من بيتنا وبيدي خواتم، ارجع للبيت بدون خواتم. حتى كانت الحجيه والدتي دوم تحذرني: لا تطلع بخواتم، بس تروح ترجع لنا فارغ، ما بيدك ولا خاتم. ترجع لنا ولا خاتم بيدي. تقول لي: شو اسوي؟ جاي تلبون لا تلبسين. تقول لي: لا تلبسين. ليش تلبسين؟ ليش تطلع بخواتم؟ اطلع بدون خواتم. تقييمك لمحمد حسين فضل الله: عزيزي عالم ومنحرف، ضال ومنحرف. ياسر عود: عزيزي رجل منحرف، هو كالذئب الذي لبس العمامة. أقرب وصف له: ذئب لابس للعمامة. شيخ الوحيد الخراساني يحتاج تقييم مثلي؟ الله. سيد ضياء الخباز مجتهد؟ نعم. إذا كان عندك الكتاب شلون؟ ماكو مانع، أنا أقدر أهديه لشخص آخر. طلبة هواي يستفيدون من الكتب. يا الله، لا إله إلا